بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. انا نهى مقلب من قناه نهى فوق، كل سنه وحضراتكم طيبين. ان شاء الله النهارده هنعمل طبق كده ايه جميل، طبق جانبي كده ولذيذ جدا. هنعمل مسقعه البطاطس سهله جدا، وطبق مقبلات يعني ايه مفيش ولا كلمه يعني. ان شاء الله هيعجبكم. يلا بينا على مطبخ نهى فوق، نسمي الله ونشوف هنعمل الطبق القمر ده ازاي. هنا بقى يا حبايبي جبنا الطاسه بتاعه التحمير بتاعتنا اللي طبعا موجوده عندنا في كل بيت. هنحمر فيها شويه بطاطس، مقطعاهم كده قشرت البطاطس وقرطتها مكعبات صغيره كده وغسلتها وظبطتها وصفيتها من الميه، وجيت بقى احمرها في شويه زيت كده علشان نعمل بتاعنا الجميل اللي هو مقبلات كده ايه جنب الاكل، حاجه كده يعني روعه بصراحه. ونحمره كده ونطلعه ونجيب طبق ونحط عليه مناديل ونطلع البطاطس بتاعتنا، نطلع كل البطاطس بتاعتنا عشان نشوف احنا هنعمل ايه تاني. يعني زي ما بقول لكم كده طبق يعني جانبي، او ممكن ينفع برضو تعمليه في سحور، ممكن تعمليه في غدا برضو ينفع عادي، ماشي يمشي معاكي، بس لو في اطفال بس ايه قليل من الشطه وخلاص. طلع بقى كل البطاطس من الزيت ونصفيها على مناديل زي ما قلت لكم، ونشوف هنعمل ايه تاني. هنجيب بقى ايه شويه فلفل كده حلوين نحمرهم كمان. عندك فلفل الوان زي ما هعمل كده خرطي وحطي، ما عندكيش الوان يبقى اخضر، تاكل على الله حط اخضر او شطه برضه مش هيقول لك لا يعني، ده وده ماشي معاكي. ونحمره برضه هو كمان، ونجيب طبق تاني فيه مناديل برضه عشان نطلع كميه الفلفل اللي احنا هنحمرها. ونروح نعمل ايه بقى واحنا بنشتغل كده، نروح نخرط طماطمتين، نخرط طماطم من الغاليه الحلوه اللي 20 جنيه دي علشان نحطها على البطاطس بتاعتنا. طبعا بقى ما احنا الناس بقى ايه عاملين طبق مكلفين بقى حاطين طماطم بقى. شوفوا بقى طلع بقى الفلفل ونشوف هنعمل ايه تاني. ان شاء الله الطبق ده هيعجبكم جدا، لان يعني هو طبق بيعملوه بيسموه يعني بيفتح النفس، يعني طبق من الحاجات اللي بتفتح النفس كده وجميله. هروح بقى اجيب منديل، اجيب طبق واحط عليه منديل عشان اطلع البطاطس بتاعتنا ده. سلام عليك، ده في الفطار بتاع رمضان. كل سنه وحضراتكم طيبين، يعني حاجه كده تفتح النفس بصراحه. عايز بس شويه عيش جنبه وعيش حياتي. طبعا صفينا الزيت الزياده وجبنا الطاسه، هنحط بقى فيها معلقه ثوم مهروسه كده من اللي احنا مخزنينه مع بعض. عملنا طبعا الثوم مع بعض وخزناه. نجيب بقى معلقه، شايفين ابيض؟ الناس اللي بتقول لك الثوم بيزرق مني، الثوم بيغمق، الثوم لا ابيض وزي الفل اهو. نطفي الثوم بشويه خل زي ما عملنا كده بالظبط، علشان ايه كانك بتعملي مسقعه بقى اللي هي بتاعه البتنجان ديت البلدي، مسقعه البلدي. وهنا الطماطم اللي بقول لكم الحلوه الجميله المدلعه ديت، يعني مجنونه يا قطه فعلا. نزلنا بالطماطم وبعدين نزلنا عليها بالبطاطس اللي احنا لسه محمرينها مع بعض، وهنجيب الفلفل كمان ننزل عليه. يعني النهارده شوفوا بقى فايده ان احنا يبقى عاملين الصلصه في وقت اللي هنا نزلنا بالفلفل، فايده بقى ان احنا نعمل الصلصه بتاعتنا لما تكون الطماطم رخيصه بتنفع الايام دي. يعني اللي مخزنه طماطم النهارده ومعامله صلصه ومخزناها في بيتها، ده عندها النهارده يعني ايه فيها الطمع النهارده، عندها كنز يعني. وانا الحمد لله من الناس اللي دايما بتخزن الحاجه في وقتها. ننزل بقى بشويه شطه حمر وشويه كمون وشويه كزبره، وننزل كمان بشويه ملح، كل ده ننزل بيه. وعلشان تحط يعني لو في اطفال بلاش شطه، لكن كلكم كبار وبتحبوا الشطه وتحبوا الاكل سبايس كده حط شويه شطه. فدايما استغل موسم الحاجه في وقتها، يعني احنا في موسم الطماطم رخيصه مش عارفه، لا اعملي صلصه على قد ما تقدري، حطي في الفريزر اللي عندك، حطي في اكياس، حطي في علب، حطي زي ما هتحطي، هتنفع في وقت الطماطم ما بتبقى ب 20 جنيه. يعني احنا ما شفناش لسه الطماطم ب 20 جنيه الا الايام دي، في بعض الاماكن بوصلت 25 كمان. خلاص هنا احنا الطبق بتاعنا، اروح بقى اجيب ايه؟ هو شايفين الالوان يعني، شايفين الطبق كده شكل. على فكره ممكن تجيبي شويه بيض وتربيهم بشوكه وتروح حطهم عليهم، هتبقى اكله تانية خالص يعني، ده تمشي وده تمشي. هنا بقى هنجيب ايه؟ هنجيب شويه خضره بقى حلوين كده، بس يعني قبل ما نطفي على طول، ونروح حاطين الخضره على الطبق المسقعه بتاعنا زي الفل كده، حاجه كده ايه بتخلي ريحه الطبق بتاعك جميل جدا، وتدي له تقليبه كده وخلاص الطبق بتاعنا كده خلص. بألف هنا وشفا للي يعمل، وبألف هنا وشفا للي ياكل. وان شاء الله الطبق يعجبكم، بقى لذيذه كده وطبق جانبي جميل كده وعلى السريع.
الله يعجبكم يا رب يعجبكم، وان عجبكم ما تنسونيش باللايك والشير وتشتركوا في القناة وتنوروها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.